من أثيوبيا. مباراة مشاهدينا تنزانيا على اليمين بالأزرق بدون رصيد. المباراة القادمة سيلعب أيضا مع زامبيا، مباراة طبعا في الكاميرون. ساماريا أمامنا طبعا مدرب منتخب ناميبيا، ودي ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب ناميبيا. بروتس ناندو رقم 5، مينياما رقم 28، 2-0 في دور الثمانية، خسر 2-0 في دور الثمانية أمام المنتخب. البطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين لا تعتمد على أسماء. تمريرة أمامية للمنتخب التنزاني لكن الكرة تطول بره إلى ضربة مرمى. شاطوا في هذه الأندية، يعني تنزانيا عندها طبعا سيمبا وعندها تافيسي حكمة المباراة، أثيوبية 40 عام. تمريرة أمامية على طول من فيصل سالم. امبوندي يا ولد يا لعيب، وفرصه جول، تمريره حلوه حلوه. نوندو يلعب الكره العرضيه تترد على حدود منطقه، رائع جدا، تحول رائع جدا من الدفاع للهجوم. تنزانيا هيعتمد على الانتشار الجيد في العمق وينبي المدينه الكاميرونيه، وطبعا المحاولات يا سلام على التمرير. كامبيندو والله مدرب جيد، تحضير في اليسار من ياما، من ياما يلعب الكره العرضيه تترد على طول، تمريره اماميه طويله، خروج من الحارس مانولا. مانولا رقم 21 الظهير الى من ياما، سهله تصل الحارس. ما شوف التغطيه الدفاعيه بس بشكل صعب من وادي، طبعا التغطيه العكسيه والتحجيزه على الكره. بوبي ساماريا 41 سنه هذا المدرب، وتصويبه وفرصه بتضيع، تمريره بعيده لسه، لا بره بره، يعني فيها تسرع وعشوائيه بصراحه. كرة تتعمل عرضيه منظمه، لاعبي ناميبيا بزياده عدديه، اشوف المساحات لكن مش منظمه اللمسه الاخيره. امبوندي امبول، فرصة هدف، فرصة هدف يا راجل يا راجل. ووسط الدفاع طبعا كان مهزوز جدا في الاندفاع، الاندفاع ابدا من نيشيمبي راس الحربة الوحيد. زني ادي الاعادة امامنا، وطبعا ضربة حرة مباشرة عرضية جول، فرصة جول تعدي من الحارس. عود الى هندورا، هندورا لكن في عرقلة وفاول. يمين كابومبي عرضية وضربة يعني جات له في المكان اللي هو واقف فيه. من كامبيندو ومحاوله ومحاوله ويعدي لكن فيها ليديا تافيسي في المانيا وفي ايطاليا وفي انجلترا تحديدا. جول وفرصه، شوف الحارس مش ممكن مش ممكن مش ممكن. حضراتكم ايه، مباراه ممتعه، اوه تمريره بعيده تمام. الكل يسعى للانتصار، الكل يسعى لرد الاعتبار. كره عرضيه في منطقه الجزاء، تعال فرصة. امبوندي، امبوندي اللي اتحرك من اليمين لليسار، وقع في الهجمة المرتدة أو مش كده، والتمريرة الأمامية في مساحة فاضية والمحاولات الكرة من نشيب. بومبي كابومبي والعرضية وضربة رأس سهلة جدا من كرة عرضية وضربة رأس وفرصة جول، وتمريرة أمامية في العمق، خطأ دفاعي كانت ممكن أو هدف، كان هيبقى هدف يعني في مرماه. أن تكون فيها عدد كبير من الأهداف. فاول لصالح كامبيندو. ايشي مانولا ادي كامبو يا ولد، وتحضير في نص ملعب تنزانيا، هجمه مرتده. محاولات اماميه في الجبهه اليمنى. كامبيندو رمي التماس، مينياما، فريدي، فريدي انت الفريد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هجمه عرضيه نموذجيه اتعملت معديه رائعه من دفاعات المنتخب الناميبي، ما قدروش يعني شتتوها في الوقت المناسب، تترد الكره من الحارس وفريدي